مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من طنجة. وبعد ليلة ممطرة هكذا أصبحت الأجواء في مدينة البوغاز في انتظار عودة الأمطار مرة أخرى حسب النشرة الإنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى أن منطقة الشمال ومدن الشمال ستعرف تساقطات مطرية هامة ابتداء من الساعة 5 من مساء أمس الخميس إلى غاية يومه الخميس، عفوا 5 مساء يوم الأربعاء إلى غاية يومه الخميس. إذن ولله الحمد ليلة ممطرة لم تسفر عن أي فيضانات كبرى بمدينة البوغاز باستثناء بعض انفجارات قنوات الصرف الصحي التي خلفت بعض الفيضانات الصغيرة بمجموعة من الشوارع. إذن مديرية الأرصاد الجوية كانت قد أكدت في وقت سابق من خلال نشرة باللون الأحمر أن مدينة طنجة ومع عدد من مدن الشمال ستشهد تساقطات مطرية قوية. وبالفعل فليلة أمس الأربعاء ظلت الأمطار تمطر ليلة كاملة إلى حدود الثالثة صباحا، إذن كما تتابعون معنا حركة السير والجولان بأهم الشوارع الرئيسية لمدينة البوغاز هكذا تبدو في هذه الأثناء في الفترة الزوالية. مشاهدينا الكرام، كيف أصبح الجو عندكم في المدينة ديالكم؟ أعتقد بأن مختلف جهات المملكة ولله الحمد عرفت تساقطات مطرية هامة كيفما تابعتم، فمجموعة من المدن عاشت على إيقاع فيضانات في اليوم الثاني مثل مدينة الدار البيضاء، مدينة تطوان كذلك عرفت بعض الفيضانات في بعض الأحياء أو الشوارع الكبرى كما تابعتم معنا مباشرة.
شكرا لي عزيز آية الحاج، شكرا لك. وتحية لساكنة حي المرس. دانيا ظهر على أن مشاهدينا الكرام إعادة هيكلة مجموعة من قنوات الصرف الصحي التي شهدتها مدينة طنجة مؤخرا كان لها الفضل في عدم وقوع فيضانات كبرى كما سبق وأن شهدتها مدينة طنجة في السنوات الأخيرة، حيث كانت أولى التساقطات المطرية كانت تغرق أحياء ودروب مدينة البوهاز وخلفت خسائر مادية وأرواح بشرية، ولكن يظهر على أن عملية توسيع شبكات قنوات الصرف الصحي بمجموعة من الشوارع الكبرى أعطت أكلها خلال موسم الشتاء الحالي. شكرا رشيد بن حسين، شكرا على تواصلك معنا يا صديقي، وتحية لساكنة القواسم. إذن مشاهدينا الكرام أنتم معنا في هذا المباشر من طنجة، نقول لكم الأجواء في هذه اللحظة بعد ليلة ممطرة لمدينة البوغاز التي شهدت أمطار غزيرة جدا، ولله الحمد لم تخلف فيضانات كبرى كباقي مدن أخرى كالدار البيضاء وتطوان وبن سليمان باستثناء بعد انفجارات في قنوات الصرف الصحي الصغيرة التي خلفت فيضانات عادية وليس في حجم الفيضانات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء لليوم أو لليلة الثانية. شكرا محمد من الفنيدق، كيف صباح عندكم الجو يا أخي؟ مشاهدينا الكرام سأقف هنا دقيقة، نحن الآن نتواجد جوار القاعة المغطاة لمدينة طنجة. في هذا المكان مشاهدينا الكرام يتم استقبال المصابين بكوفيد 19
إذا بالقاعة المغطاة لمدينة طنجة في هذا المكان مشاهدينا الكرام، يتم استقبال الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، حيث يتم تقديم وعزل الحالات حسب المستوى ديالها. إن كانت حالة حرجة يتم نقلها مباشرة إلى مستشفى الدوق دي طوفر، وإذا كانت حالة مستقرة أو نسبة الفيروس ضئيلة يمنح للشخص أدوية العلاج مثل الكلوروكين وبعض الأدوية من أجل قضاء فترة الحجر الصحي بمنزله. بعد الفحوصات التي يتلقاها من الطاقم الطبي الذي يتواجد هنا بالقاعة المغطاة. إذا مزيدا من الحيطة والحذر مشاهدينا الكرام، فمدينة طنجة كتعرف ارتفاع في عدد الإصابة بفيروس كورونا أمس رف. عمالة طنجة أصيلة بوحدها سجلت بها أكثر 200 حالة إصابة بكوفيد 19. إذا ردوا البال مشاهدينا الكرام وكفى من الاستهتار. دابا كنا دايزين صدفة من هذا الشارع بزيات، وبغينا نذكركم على أن هذا المكان هو الذي يتم فيه استقبال الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بعد ما كتقدم لهم الفحوصات الطبية من خلال إجراء تحاليل والكشف عن سرعة دقات القلب أو التخطيط قبل أن يمنح للشخص المصاب وصفة طبية من أجل بداية الحجر الصحي بمنزله لمدة أسبوعين والعزل بطبيعة الحال حتى لا ينقل العدوى لأسرته أو لأقربائه. إذن مشاهدينا الكرام شكرا على تتبعكم هذا المباشر، تحية لكم أينما كنتم، ألقاكم في مباشر آخر، إلى اللقاء.